تباشر النيابة العامة التحقيق في بلاغ تقدم به طه ألف موظف بمستشفى قصر العيني يتهم فيه مجهولين بالتشهير به وبسمعته عن طريق نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لكونه مرتكب مجزرة أطفال المريوطية تحت زعم أنه ظهر في إحدى كاميرات المراقبة خلال التخلص من جثث الأطفال الثلاثة. وتتبع رجال مباحث الإنترنت مصدر المنشور المتداول على فيسبوك وتوصلت جهود البحث إلى أن خلافات عائلية وراء المنشور المزيف كيد النساء، إذ أفادت معلومات أن المسؤول عن إحدى صفحات الفيسبوك الشهيرة وراء ترويج المنشور، وأن الأدمن هي طليقة الموظف صاحب البلاغ، وأحال رجال مباحث الإنترنت الواقعة إلى النيابة العامة بعدما نسبت تحرياتهم لطليقة الموظف أنها أساءت استخدام وسائل الاتصال في التشهير بطليقها وقذفه باتهامه بارتكاب جريمة القتل الغامضة. من ناحية أخرى، كشف مصدران مسؤولان عن تفاصيل جديدة في قضية أطفال المريوطية الذين عثروا على جثثهم بالقرب من فيلا معكورة بمنطقة المريوطية بالجيز أول أمس الثلاثاء. وقال المصدران أحدهما بوزارة الداخلية والثاني بمديرية أمن الجيزة أن سبب الوفاة هو استنشاق الأطفال الثلاثة لغاز ثاني أكسيد الكربون أثناء تواجدهم بمكان مغلق اندلع به حريق، وأن خروج جزء من أحشاء الجسامين ناتج عن حالة التعفن. وأكد المصدران اللذان فضلا عدم ذكر اسمهما في تصريحات لمصر أن رجال البحث الجنائي يفحصون عددا من المشتبه فيهم سبق تورطهم في قضايا تسول وخطف أطفال، خاصة مع ثبوت أن الأطفال ليسوا أشقاء، ومن ثم استبعاد احتمالية ارتكاب جريمة أسرية. وأوضحت التحقيقات أنه بفحص أجهزة الأمن لبلاغات المتغيبين تبين عدم وجود بلاغات باختفاء أطفال في دائرة قسمي شرطة الطلبية والعمرانية نطاق مكان العثور على الجثث، وذكرت المناظرة لجثث أطفال عدم وجود سرقة أعضاء بشرية منها، حيث لم يتبين بقر البطون أو آثار عمليات جراحية، وتبين أن الجثث الثلاثة في حالة تعفن بعد تفجرها. واتخذت النيابة قرارات عدة في محاولة لكشف لغز الواقعة، من بينها تحاليل الدي إن إيه وتقرير الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الأطفال، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة في الأماكن المحيطة بمكان الواقعة. ودي الصور بتاعت جسامين الأطفال الثلاثة اللي وجدوا ملفوفين في أكياس بلاستيك. كشف اللواء محمد صادق وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق تفاصيل جديدة في واقعة العثور على 3 جثث أطفال بمنطقة المريوطية مغلفة بأكياس بلاستيك سوداء اللون، مشيرا إلى أنه تبين أن 2 من السيدات تستقلان توك توك قاموا بإلقاء الجثث، مضيفا أن تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، قائلا لم ينم أي شخص منهم في منزله حتى الآن لكي يتم ضبط مرتكبي الواقع. كما قال مصدر أمني إن المتهمين بقتل الـ3 أطفال ألقوهم من أعلى دائري المريوطية مما تسبب في انفجار وتهتكات بالجثث، وهو ما أكدته مناظرة الجثث في الطب الشرعي حسب قوله. وقال مصدر الطب الشرعي أن تحليل البصمة الوراثية للعينات التي أخذت من جسامين أطفال المريوطية الثلاثة والتي عثرت عليهم الأجهزة الأمنية صباح يوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 بجانب سور فيلا مجهورة بمنطقة المريوطية أثبت أنهم ليسوا أشقاء. وأضف المصدر للوطن كما تبين بأنهم من جنسية مصرية، وأما بالنسبة للون الأسمر للبشرة فهو بسبب الحريق الذي تسبب في وفاتهم، بالإضافة إلى الشمس الحارقة التي ظلت تحتها الجثث حتى انتهاء معاينة النيابة والمباحث والتي أدت لتعفن الجثث بشكل كبير. كما كشف اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم كواليس جديدة، وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة MBC مصر أن جثث الأطفال الثلاثة تدل على شبهة جنائية وليست تجارة أعضاء. وجثث الأطفال الثلاثة التي عثر عليها في المريوطية تتراوح أعمارها ما بين 9 و11 عاما، ولم يتم التعرف على جثث الأطفال الثلاثة.
وبنسبة كبيرة ليسوا من أهل المنطقة، كما عقب اللواء دكتور علي زين العابدين المحاضر بأكاديمية الشرطة قائلا حولها شبهة جنائية بنسبة 100%، وأضاف ببرنامج الإعلامي أحمد موسى على مسؤوليتي مساء الثلاثاء أن المجرم ارتكب الجريمة بعيدا عن المكان الذي ألقي فيه الجثث، منوها أن بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم بعيدا عن موقع اكتشاف الجثث، ونوه أن عناصر الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي حاولت الترويج بأن تلك الجريمة سرقة أعضاء للتشويش على عمل فرق البحث. مع اقتراب عقارب الساعة من السادسة صباحا كانت نعمة متجهة لعملها بمدينة نصر كعادتها يوميا. خرجت السيدة الأربعينية من شارع 30 الجديد المتفرع من شارع ترعة المريوتية لتركب أولى مواصلاتها عند ناصيته، ولكن السيناريو اليوم اختلف الثلاثاء 10 يوليو عندما لفت انتباهها نباح مجموعة من الكلاب تنبش في أكياس سوداء. أصيبت السيدة بحالة من الصدمة عقب رؤيتها رأس طفل صغير. في ثوان معدودة أيقظت صرخات نعمة الجميع. تجمع الأهالي حول الأكياس السوداء ليكتشفوا 3 جثث مشوهة لأطفال صغار لم يتجاوز عمر أكبرهم 5 سنوات، فيما بلغ عمر أصغرهم عاما واحدا وفق تقدير فريق الأدلة الجنائية. كانت الجثث في حالة تعفن تام وفق معاينة فريق الأدلة الجنائية الذي وصل مع الشرطة في تمام 7 صباحا عقب الإبلاغ. أصغر الأطفال كان ملفوفا ببطانية وسجادة بينما تدلت أحشاؤه من جانبه الأيمن، أما أوسطهم فأكبرهم فكانوا ملفوفين بملاءة داخل الأكياس السوداء يعانون من إصابات رديه بالرأس، وأحدهم به آثار تعنتين. سكان العقار رقم 1 في بداية شارع 30 الجديد الذي تفصله أقل من 10 أمتار عن سور فيلا الجبرية عثر على الجثث بجوارها، كانوا أول من هرع لموقع الجريمة. قال أحدهم إن الفيلا كانت فيما مضى مقرا للسفارة ولكنها الآن أصبحت مملوكة لأحد أعضاء مجلس الشعب. أمام باب الفيلا كان حارسها يصطاد الأجواء بعد ارتفاع أصوات المتجمرين وسيرينات سيارات الشرطة والإسعاف إلى جوار الحارس. وقف أحد عمال النظافة المسؤولين عن تنظيف الشارع والذي يعمل بدوام جزئي داخل الفيلا أيضا. لحد الساعة 2 بالليل ما كانش فيه أي حاجة، كنست الشارع وحوالين السور وما كانش فيه ولا ورقة. بتلك الكلمات أكد الرجل 50 عدم ملاحظته لأي شيء غريب بالجوار أو ظهور أي رائحة عفنة تفوح من جثامين الأطفال، مرجحا كونهم مقتولين من كذا يوم واللي قتلهم اتخلص منهم ورماهم هنا قرب الفجر. ما قاله الرجل 50 أجده وائل صاحب المقهى الذي يقع في الشارع المواجه للفيلا والعقار رقم 1. المنطقة هادية ما حدش يقدر يمشي فيها بعد الساعة 10 بالليل، وما كانش فيه أي ريحة أو حركة غريبة اليومين اللي فاتوا، ولكنه أكد أيضا أن هدوء تلك المنطقة جعلها على مرمى حوادث السرقة والتثبيت بسبب قلة أعداد أعمدة الإنارة وخلو الشوارع من المار. ما فيش حد يقدر يمشي هنا بعد 12 بالليل. هدوء المنطقة ليلا كان سببا قويا دفع بصاحب الكشك الوحيد الذي يجاور الفيلا لتركيب كاميرا مراقبة ليحمي تجارته، فالكشك لا يغلق على مدار 24 ساعة في اليوم. تلك الكاميرا الصغيرة في أحد أركان الكشك العليا كانت المقصد الأول لرجال المباحث لتفريغ محتواها واستكشاف ما حدث في الليلة الماضية. تحول الشاب ال20 الذي يملك الكشك من شخص عاديا إلى شخص محاط بالحراسة وممنوع من الحديث للمارة أو الصحفيين بأمر من رجال المباحث الذين أمروا بأخذ أقواله قبل أي شيء بسبب امتلاكه تلك الكاميرا. منطقة الماريوطية التي عثر بها على جثامين الأطفال الثلاثة تقع وسط محافظة الجيزة وتتداخل عبر شوارع فرعية ورئيسية معارض من مناطق أخرى أبرزها فيصل والهرم والعمرانية والطلبية، يقيم بشارع ترعة المريوطية الذي يبدأ من شارع الهرم ويمتد لطريق سقارة شرائح اجتماعية مختلفة، فعلى جانبي الشارع من الجهتين تتراص فيلات وعمارات سكنية بعضها يتميز بالفخامة والبعض الآخر بالتميز، بينما التجول داخل المنطقة لعشرات الأمتار يظهر البنايات العشوائية التي تقطنها شرائح اجتماعية من متوسطي الدخل. وفقا لشهود العيان من العاملين بالفيلا الذين تواجد أحدهم في موقع الحرس كانت الأمور طبيعية ولم يشاهدوا أي شيء غريب، مما يساهم في تحديد الوقت الذي ألقيت فيه جثامين الأطفال ما بين 2 إلى 6 صباحا، وهو الوقت الأكثر هدوءا داخل المنطقة الساكنة بالطابع وفقا لقاطنيها.
وتشير التحريات الأولية إلى قدوم منفذ الجريمة من إحدى المناطق المجاورة، ويوجد طريقين للوصول إلى هذا المكان. الأول عبر شارع ترعة المريوطية، سواء الرئيسي أو من خلال أحد الشوارع والممرات الجانبية المتفرعة منه، وفي هذه الحالة يصعب تحديد جهة قدوم السيارة أو وسيلة النقل التي حملت الجثث للموقع، بينما الطريق الآخر هو محور المريوطية الذي يمر أعلى الشارع. في هذه الحالة تكون السيارة التي نقلت جثامين الأطفال قادمة من اتجاه الطريق الدائري القادم من المنيب والمعادي، وألقى منفذ الجريمة الجثث من أعلى الكوبري. قبل الثانية 10 ظهرا بعشر دقائق كانت سيارة الإسعاف تستعد لنقل جثامين الأطفال، بينما كانت شهد الصغيرة تطل من شرفتها وهي تسأل والدتها: هو في زحمة ليه هناك؟ ليه يا ماما؟ لم تستطع الأم الإجابة، ولكنها قررت أن تنحي رعبها جانبا وتصطحبها رغم صعوبة الموقف لموقع الحادث. قصت عليها حكاية مبسطة عن هؤلاء الأطفال وما شاهدوه من مصير، لتحذيرها من الذهاب مع أي شخص غريب أو الاستماع له أو تتناول أي حلوى مقدمة من أي شخص لا تعرفه، كي لا يكون مصيرها مثل هؤلاء الصغار، ظنا من الأم أن شبكة لتجارة الأعضاء وراء مقتلها. فوق الكوبري الواصل بين ضفتي ترعة المريوطية جلس أحد الشحاذين وهو يضرب كفا بكف متمتما بكلمات غير مفهومة، بينما لا يعي من الأمر سوى ما أخبره به أحد المارة الذين سألهم عن سبب التجمهر، ليجيبه بأن قوات الشرطة وجدت 3 أطفال صغار مقتولين وموقعين على جانب الطريق. تحجرت عين الشحاذ بالدموع ثم ارتفع صوته بشكل مفاجئ: هو ليه القتل بقى سهل كده؟ ودي صورة ال3 جثامين الله يرحمه. في وقعة تانية حدثت وكشف صدى البلد ملابسات الجريمة التي شغلت المجتمع السكندري، وذلك منذ العثور على جثة المحامي المقتول بمكتبه شرق اسكندرية. ده المحامي المقتول الله يرحمه، وتمكن صدى البلد من لقاء والدة القتيلة التي كشفت لأول مرة تفاصيل مقتل نجلاه، حيث اتهمت مافيا الأراضي بقتله بسبب قيامه بالدفاع عن أحد أطراف النزاع لأرض بشرق اسكندرية. وقالت والدة القتيل إن نجلاه كان قد تم توكيله من قبل أحد الأهالي الذين تم استيلاء على قطعة أرض مملوكة لهم، بينما قام الطرف الثاني الذي وصفتهم السيدة بأنهم من مافيا الأراضي بتهديد نجلاه أكثر من مرة لتسليمهم مستندات القضية، لكنه رفض وعشان كده قتلوه. ودي صورته مع مراته وابنه. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، قالت والدة القتيل أنها ترجح وقوع جريمة القتل خارج مكتب نجلها، مشيرة إلى أنه قد تم نقله إلى مكتبه بعد ارتكاب الجريمة، حيث كشفت أنه لم يتم العثور على آثار ولو لنقطة دماء واحدة بالمكتب، وهذا يدل على ارتكاب الجريمة خارجه. وكانت أجهزة الأمن قد عثرت على جثة أحمد عبده المحامي مقتولا بمكتبه بمنطقة الراس السوداء شرق الإسكندرية. ودي صورته تقتل في عز شباب. وقال نقيب محامين الإسكندرية أن النقابة ستقدم من جانبها كل الدعم الممكن لأسرة المحامي سواء المادي أو المعنوي، والوقوف بجانبه حتى القصاص له. وفتحت أجهزة أمن الإسكندرية تحقيقا موسعا لكشف غموض الجريمة، وبالانتقال والفحص تبين أن المكتب بالطابق الثاني بالعقار محل البلاغ مساحته 16 متر تقريبا، مكون من حجرة واحدة، ووجود جثة المدعو أحمد عبده 44 عاما مقيم جالسا على كرسي المكتب يرتدي كامل ملابسه، وبنظرته تبين إصابته بجرح بالإصبع أوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى، وتبين أن جميع منافذ الحجرة سليمة ومحتوياتها مرتبة وعاصرة على جميع متعلقاته الشخصية. في صورته مع ابنه. زوجة المحامي قالت: افتكرته هيبات في المكتب وهيطلع على المحكمة زي ما عودنا، ولما اتأخر ولقيته ما بيردش رحت له المكتب لقيته مقتول. كانت هذه بداية الكلمات التي أدلت بها زوجة المحامي الشاب أحمد عبده، أحمد الذي عثر على جثته مقتول بمكتبه والتمثيل بجثته من خلال قطع أصابعه. زوجة القتيل لم تكن تتخيل يوما أن زوجها المحامي سيرحل عنها أو يختفي عن حياتها، حتى وإن وصل الموت الأمر إلى حد الموت الذي يفقد الإنسان فيه من يحب، فلن يصل لحد التمثيل بجثته وفقع عينه وتقطيع أصابعه وهو القتل على الطريقة الداعشية.
وفقا لزوجة المحامي، زوجي أخبرني بأنه سيتوجه إلى مكتبه فور انتهائه من عمله بالمحكمة لتجهيز القضايا والمذكرات في المكتب كعادته، حيث أنه معتاد على هذا الأمر منذ زواجنا، إلا أنه أيضا كان يعتاد على الرجوع أولا للمنزل ثم الاتصال بها عقب صلاة العشاء، إلا أن تلك المرة توجه مباشرة إلى مكتبه وظل هناك لفترة طويلة، ولما حاولت الاطمئنان عليه لم يرد. الحادث أحدث فزعا ورعبا بين صفوف المحامين على مستوى الجمهورية، وخرجت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة الحق الدولية للمطالبة بسرعة ضبط الجناية في الحادث وتطبيق القانون على كل من يثبت ارتكابه الجريمة. وتقدم محمود الأمير نقيب محامين الإسكندرية لتشييع جثمان المحامي الذي قتل بمكتبه الثلاثاء 3/7، وذلك بمشاركة المئات من زملائه وصولا لمسواه الأخير بمقابر المقر شرقي المدينة، وتعيد هذه الحادثة الأذهان حادثة مافيا الأراضي بتاعت الرحاب. ودي صورته معاهم.